هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في حوارنا مع الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة، وعضو مجلس الشورى سابق وأيضا أكاديمي ومتخصص في التاريخ وتاريخ المملكة خصوصا. دكتور، أنا برجع للموضوع المأزم، يعني بالنسبة لي المسألة وللجميع طبعا، مسألة التخطيط أصبحت تكبر مثل كرة الثلج. كنا قبل 20 سنة نشوف مسائل صغيرة، الآن كبرت. الآن يعني حسب ما يقول لي العقاري من حواراتي معهم كثير، أنه مشكلة السكن 70% من المواطنين لا يملكون سكن، الصرف الصحي لا يغطي المملكة يمكن ما يصل 40% 50%، الكهرباء الآن تجد انقطاعات وفي بعض المشاكل، البطالة لا حدود لها، يعني موجود 1.5 مليون الإعلان الرسمي يعني بالأرقام، ومليون من هذا العدد هم نساء. الكرة كبيرة وتكبر مع الزمن، وتوقعات الوفورات المالية موجودة الآن، يعني المملكة تملك احتياطيات خارجية 2 تريليون ريال، 2 تريليون يعني تكفي ميزانية المملكة 4 سنوات قدام، غير الدخل اليومي وإلى آخره، وداخل المملكة يوجد بصندوق الاستثمارات العامة أكثر من 1 مليار. هل هو سوء إدارة؟ أنا أتصور نعم. نحن لا ينقص المال، بعدين نوصل مرحلة ما نقدر نحن، نحن لا ينقص المال لكن ينقصنا كيفية إدارة المال. نحن لا ينقصنا القدرة على أن نكون فعلا نخطط، ولكن تنقصنا الشجاعة في اتخاذ القرار في أن نخفف، مرة ثانية أقول نخفف من حدة المركزية ونمنح صلاحيات المناطق وأمراء المناطق ومجالس المناطق لكي لا يكون لأحد عذر. وما دام تحدثنا قبل قليل عن حكاية تعداد السكان، تقريبا لدينا مصلحة إحصاء متطورة وتملك أدوات جيدة، نستطيع أن نقول والله لكي تكون في العدالة أن تعطى التنمية حسب وجود السكان، لا نجبر سكاننا. نذكر مناطق أصبح الآن يهجروها مهجورة، وتصور يا أخي راشد أن قبل 10 سنوات ولا هذا كانوا أقاموا فيها مدارس وأقاموا فيها كذا، الآن المدارس مهجورة تماما لأن السكان نزحوا من هذه القرى أو هذه المناطق، أصبحت المدارس خاوية، أصبحت القرى تقريبا شبه معطلة. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما توفرت لهم فرص عمل في مناطقهم، ما في تنمية في هذه المناطق للحفاظ على الإنسان. وللأسف كمان أيضا ترى قضية استراتيجية، النزوح من المناطق الحدودية، الخلل السكاني، إذا حصل خلل سكاني في هذه المناطق معناته أن من أحد الاختلالات في الحفاظ على بلادك وأنت في مناطق حدودية. الآن الحمد لله يعني في بعض مناطق مثلا كانت إلى حد ما مهمشة، وباعتراف الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما ذهب إلى منطقة جيزان على سبيل المثال. هل تدري الآن هذه المنطقة، وأنا سعيد جدا وأقولها بطمأنينة، أنه منطقة جيزان تشهد الآن تغير كبير جدا، هي مدينة اقتصادية حتكون طبعا المدينة، وكمان لكن الناس يشتكون أيضا من التباطؤ، من البطء في تنفيذ بعض الأشياء، وبعدين سوء الإدارة. يعني مثلا بالله عندك ميناء جيزان يعتبر تقريبا ثالث ميناء، بعد عندك ميناء الدمام، ميناء جدة، وبعدين ميناء جيزان المفروض يكون الميناء الثالث في المملكة العربية السعودية. هل تدري أن هذا الميناء أنه معطل بينما ممكن يخدم المناطق الجنوبية كلها، يخدم منطقة عسير، منطقة جيزان، ومنطقة نجران، وكمان إلى منطقة الباحة. هل تدري بسبب سوء الإدارة أنهم لسه تقريبا معطلين كل شيء، يذهب إلى ميناء جدة، ثم ما تحتاج هذه المناطق يأتي مرة ثانية من جدة إلى هذه المناطق. يعني في 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 وبعدين شوف الزحمة اللي تحصل على ميناء جدة. لو شغل ميناء جيزان كان في حركة تجارية رائعة، وبعدين في منطقة حساسة، منطقة مهمة جدا، عندك القرن الأفريقي ممكن هذا الميناء يخدمه، عندك الجنوب المملكة الجنوب الجزيرة العربية، عندك كمان على الانفتاح على 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 شرق آسيا. في الشاهد إن 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 التخطيط لابد أن نعيد النظر في التخطيط، ولابد أن نوزع الثروات من أجل التنمية حسب التعداد السكاني، وهذا أمر طبيعي في كل الدنيا. صحيح أنا ما الرياض الآن كمدينة أصبحت تعاني كثيرا، لأنه تعال يبغون علاج، الناس يأتون للعلاج هنا، لماذا لا نوجد مستشفيات متخصصة في مناطق معينة حتى كل الناس يذهبون مثل لها؟ على مستوى الجامعات، الملك عبد الله جزاه الله خير إنه قال والله كل منطقة لابد أن يكون فيها جامعة كذا كذا، لكن أيضا لا أريد المملكة تنعزل بعضها عن بعض. وزير التعليم العالي أنا أشوف
انه عليه ان يكون بالتنسيق مع مدراء الجامعات يكون في تخصصات مثلا في جامعه نجران وفي جامعه الجوف وفي جامعه تبوك لا توجد في جامعات اخرى عشان ابناء تلك المناطق يذهبون الى نجران ولا لتبوك ولا الجوف ولا الى الرياض ولا المنطقه الخليجيه يعني. هذا مهم جدا لان اوجد نوع من الانتجريشن اللي هم الـ 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 يعني نوع من الاندماج اندماج المجتمع. لا اريد مجتمع منعزلا. وزاره التربيه والتعليم في يوم من الايام قالوا بنحط في كل منطقه هذا كليه معلمين. تدري انهم اغلقوهم ولا يعينون هؤلاء الا في مناطقهم. صحيح. هذه مناطق اساسا مغلقه بالاول. جبت لها مدرس منغلق وكليه منغلقه وتبغاه يدرس اولاد يعني ايضا يزيد في انغلاقهم على واقعهم. هذه في عندنا اختلالات. الطرق مثلا طرق وزاره النقل تعمل بشكل جيد. طيب دكتور الان مساله المملكه دوله غنيه. اوكي مقياس الغنى وشو اصلا؟ احنا بنكون مملكه دوله غنيه لكن مقياس الغنى ايش اذا ما كانت يعني نقول له تاثير مباشر على مواطنيه. لا املك بيت ولا املك وظيفه ولا املك دخل. وش مقياس الغنى؟ لانه في نسبه كبيره موجوده تعاني من هذا الشيء، لا تجد العمل، لا تجد السكن، لا تجد الوظيفه. فمقياس الغنى او الرفاهيه وشو؟ هذه كنا نقول دائما هذه مشكلة. أنا أعتبر هذه كارثة حقيقة إذا لم نراعي ونعمل وبجد وبمبادرة وسريعة لتفادي هذه القضايا اللي تكلم عليها. إذا كان المواطن أو شريعة شرائح معينة من المواطنين يشتكي من السكن، والسكن مصيبة وأنت اقتصادي وتعرف واكيد الاقتصاديين بيقولوا الكلام هذا. انه انا كنت اتمنى ان اكون متواضع اقول 60% ولا من السعوديه لا يملكون مسكن، ولكن الاقتصاديين يقول لك لا اكبر من هذا. سيدي ترى هذه كارثه، نعم سكان كبير يعني هذه كارثه على مجتمع لا يجد سكن. ثم الكارثه الاكبر على ان شريحه من هذا المجتمع لا يجد عملا. ثم الكارثه الاكبر ان يكون هذا لا سكن لا عمل. سوء حتكون، ماذا ستكون النتيجه؟ حتكون كارثية على 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 استقرار البلاد، استقرار البلاد على على الأمن مجتمع. على على السلم المجتمعي. يعني أنا لا أريد مثلا أن والله نقول نطور قوات الأمن وكذا لمواجهة قضايا، إنما علينا عند الأمنيين نظرية يقول لك امنع الجريمة قبل حدوث، حارب الجريمة قبل أن تقع. طيب وش